لابته لابته وقفة شوميلة 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 يا السيد متعب بن علي بن محمد الصعاق المري مع المركز الاول جود افترنون لراعي مشعل مساء الخير مساء الناموس الصعاق مساء الانتصار انتصار والاروع يحققه مشعل ومتعب بن علي الصعاق المري خاطف الشوط الرئيسي الاول الخاص بالقعدان سعود بن سالم الصعاق تستاهل فوز مشعل وانت اختي طافل الشوط المفتوح الحقيقة استاذ خير يا ابو بريك الله يطول عمرك اليوم فاز ما شاء الله بأريحية وكان عرضه وادائه مغاير بس لو تذكرنا بسلالته وانجازاته مش علي به مش علي بعيره خيارين وامه من انتاج مضاول بالراشده خطله وهو من انتاج الخطله وانجازاته قبل اليوم صاحب سياره وتيم قوي في الامير الوالد عندها منافسات طيب واليوم الحمد لله ما قصر قام راس وجاء الحال ناموس الشوط الرئيسي اكيد ناموس كبير هذا الفوز ناموس المنتج اهديه للوالد سالم بن علي الصعاق والمحبين الشعار ناموس دائم يا ابو سالم وشكرا جزيلا لكم موفق ان شاء الله ابو انت رحيب المطر ابو بريك ما حيله دارنا اللي مع النجمات تهدى